منطق وسيم. بسرعة بسرعة. وصارت وصارت أقصد. سوسر سوسر على وش حكي جرب. أخرج كاملا كاملا. بسرعة بسرعة. موجود موجود. سوسر وحكي لك جرب سوسر. ما في شيء. من الجسد كله. تريد الإسلام أو تريد خروج؟ قال لي إسلام إسلام مصابيح أين أخرج؟ اخرج واذهب الى بيتك. اخرج من الجسد من جسدها من الجسد كله. من اين اتيت؟ اذهب الى بيتك. شيخ فرقان احمد اشادلي او اهوداد ودشه ودنك باكستان ايا مانتي وحا او كشق بلاباي حرونت دار القير او كوتالا دغمد دركيلي غار اهان نواحي سوق اريغا شيقان ايا دبعا waxa uu wax ku daweyn doona quraanka uu ku daweyn doona cudurada ruuxiga ah sida kuwa sixirka jinka umusubiyanka iyo kuwa kale ee lamidka ah dabcan maanta iyadoo ay shaqo socoto ayaanu tagnay xarunta daarul quraan ee ilaajinta sidaad u jeedaan haween badan ayaa ka cabanaya xanuunadaasi ruuxiga ah oo wadaadku uu la yeeshay wareysiyo kala duwan dabcan marka waxaan idin la wadaageynaa wareysi kooban oo aan ka qaadnay sheekha oo uga warbixinayay shaqada uu halkan ka qaban doono inta uu joogo ilaajinta ismi sheekh furqan ahmed abdulrazzaq min pakistan min karachi fa alhamdulillah ana fi hadha al'amal fi hadha al-bahr mundu 13 sana wa bi idhnillah tabaraka wa ta'ala وبمنه أنا أعالج الناس في حول العالم كنت أعالج في باكستان في كراتشي في كل الباكستان وأيضا أونلاين أنا عالجته في أمريكا وكندا وهند أيضا وقبل كورونا الحمد لله أنا أتيت هنا إلى مقديشو وكنت أعالج في مكان طليح و بعد كورونا في أثناء الكورونا أنا ذهبت إلى هرقيسة فهناك عالج الناس فبعدين أتيت بعد كورونا قبل سنة من باكستان إلى هرقيسة وعالجت هنا ثم ذهبت إلى كينيا إلى نيروبي هناك عالجت فالآن أنا في مقديشو الحمد لله أعالج الناس وهذا المركز اسمه دار الخير أعالج الناس أيضا بالأحشاب والعلاج علاج السحر وعلاج الحسد وأم الصبيان والعين وكل الأمراض الروحانية فإن شاء الله أحاول مني كل شيء والشفاء من الله تبارك وتعالى الحمد لله وأنا هنا تقريبا يعني الذهاب والإياب تقريبا منذ 5 سنوات الحمد لله العلاج كنت أتعلم كيف نعالج هذا ليس من الكتب أنا تعلمت هذا العلاج من الأساتذة مفهوم الأستاذي الأول اسمه الشيخ أبو الحسن نور زمان حفظه الله هو من باكستان فتعلمت منه تقريبا 5 سنوات وهناك موجود الأساتذة والعلماء الآخرون أنا تعلمت منه كيف نعالج الناس العلاج علاج الجن والسحر وأم الصبيان وهناك الأمراض الأخرى من القرآن والسنة نقرأ القرآن ونعالج ونخرج الجنات والشياطين ونقطع السحر والعين والحسد بإذن الله تبارك وتعالى أنا تعلمت من علماء باكستان الأمراض يعني الكبرى في مقديشو للنساء في النساء هذا الأمراض أم الصبيان أم الصبيان هناك موجود أنواع للأمراض يعني أحيانا الأطفال يموتون في بطنها في بطون النساء أحيانا عندما الأطفال هم يلدون الأطفال فهم يموتون بعد التوليد أحيانا في البطن وأحيانا النساء هم لا يلدن الأولاد يعني ما عندهم الحمل فهذه الأمراض من أم الصبيان هذا الدواء الزيتون أحيانا الذي يريد الذي لا يستطيع أن يأكل
مفهوم. فاحنا يعني نعطي هذا الدواء، هذا في القران والتين والزيتون، وهذا التلبينه هذا في الحديث موجود، هذا الدواء للمريض الذي يكون عمره 50، مفهوم، للشاب للشيخ والشيوخ 50 أو 60 أو 70 هم ياكلون هذا، الذي لا يستطيع ان ياكل هذا ياكل، هذا يكون قويا، امراه او رجل الذي ياكل. وهذا في الحديث عجوه، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مفهوم الحديث، الذي يأكل كل يوم 7 حبة من عجوة لا يكون مسحورا، لا يأتي إليه الجن. فهناك موجود الأعشاب الأخرى والأذكار من القرآن، الذي يقرأ آية الكرسي لا يأتي إليه الشيطان، الذي يقرأ آية الكرسي بعد كل صلوات من صلاة إلى صلاة الله سبحانه وتعالى حافظ له، مفهوم. فهكذا أنا أعطي الأذكار والوظائف حتى يكون الإنسان قويا. عذرها الروحي السيدة السحر كجنك إيا ومصبيان كأيا إنت بدن وحا أي كبدين بوشدين قارحان هوينك أو آد دبعا أو عودة سيدة جدانا رقوة كويريين وحا قدا شيء إيا هرريغا تاقن بوها هوين إلهي عافية عذرها سكعبان محمد صوفي السنة شبال التي في مقدشو.